اوه سانتياغو برنابيو حديقة ميسي رونالدينيو المسرحية سواها رونالدينيو هني اللي خلى الجمهور يصفق جمهور مدريد لأول مرة يصفق لخصم له في الملعب وهو رونالدينيو خالد صادو خالد ها برشلونة ها هلا مدريد خالد شوف الله يخلي الحكام الفريق الوحيد بالعالم يلعب كم لاعب خالد 12 مو الحكم صح؟ 13 مع الفار مع الفار صح حكم الفار حكم الفار يلا 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 ها خالد ستار مدريد ها محلهم شوف كبره كل شيء فيه على مدريد طبعا خالد زعلان عادي خالد عادي عادي هذه 98 هذه انا شايفها لايف بابا هذه فازوا على منو اليوفي طبعا اقول الجيل اقول جيل الهبه اللي توهم يشجعون مدريد ما يدرون ايش السالفه توهم ها ما يدرون على المباريات هذه 1-0 شفتها لايف على اوربت القول القول مياتوفيتش لاعب ايش اسمه لاعب كاهو هذا مياتوفيتش غزلاف والجول شي كان إليغنر جول شي منتخب المانيا واليوفي كان معهم زيدان ومعهم زيدان ها اليوفي اي وفاز 1-0 مدريد هذا جول شي كان الماني جول شي اخذ كاس العالم 90 مع المانيا هذه 2000 نهائي مع منو هذه النهائي مع طبعا لاعب كاسياس هنا هذه النهائي مع فالنسيا خلاص 2002 طبعا هدف زيدان الشهير كاسياس انقذهم الله ياخذ كم مورينيو سويت بكاسياس ها على خالد شوفها مع اليوفي هذا مياتوفيتش ها غزلافي هذه شوف كاهو 98 قبل تهبون انت ما تدرون شو الموضوع قبل 98 هذا رخصة معاش هذه 2000 ماك منينام لاعب ليفربول كان غسيل مول اكيد هذه طبعا مباراة شهيرة هذا اسمه البرندور ها هذا اللاعبين ماشي عنده نصهم شوف كاكا 2007 هذا كانافارو 2006 فيجو 2000 هذا منو رونالدو 97 بس 2016 ما يستاهل والله رونالدو 97 معاه 97 شوف هذا خلينا نشوف اول 2001 2002 منو؟ رونالدو بس هذا ما يستاهل هذا شخابيط هذا كلهم اقول خذاهم بالدفسه الكرسي نفسه اللي شال علابه ها نفسه ها هذا هو موقع عليه ها يا خالد ها نفسه يلا ها هذا توقع علابة عليه نفسه اسمه كارينوس هذا الملعب ها هذا حديقة ميسي هني رونالدينيو هني هني والله انت قلت شيء لكني ما احبك سبحان الله ولا احب السايق ما احب يكون عم يسايق انت والله ما انا مقتنع فيك انا طوله لا بابا مو كذي مو معقول يكون هالطول ها اكثر هذا شوف ثاني من هناك الخبل هذا هو شلون الخبل هذا عرفه هذا والله هذا انا اقول لا هذا لا عرفه احسن ها عرفه احسن بابا هذا خادم شخصنها انت لا والله هذا شخابيت وين كاسياس والله كاسياس
من اللي سوى منه عن بابا؟ ما هي فيلم؟ هذا بابا مصر هذا فيلم والله مالك فيها مني هذا بيكم عنها؟ جوت منه هذا زين؟ ها؟ منو؟ هذا ما فالنسيا هذا منو؟ زيدان اللي قبل هذا جزية؟ كده زيدان هذا جزية منو هذا؟ ما أدري هذا كراموس تانتي بنتي سرت راموس هذا ما سيتكو بعد ميلانو ها من خالد هذا هذا ها هذا اللي فاز على اليوفي بس حط ما تحطون جوز الحكم حط جوز الحكم احسن هذا حق الحكم ها ايه حط ما الحكم هذا مع ليفربول عشان نصني خالد هذا قلفز 2022 منو؟ لأنه لعب أحسن جيم بالبرتغال. إيه هذا عز الله لعب فارق. حرام صلاح ضيع. شنوصي هذا إحنا دشينا حديقة ميسي. هني صارت هني مسرحية. الله من مسرحية صارت هني. هني رونالدينيو هزأهم. هذا حديقتك يا أبو تياجو. قاعد يرممون حديقتك. ترميم حديقة أبو تياجو. هذه حديقتك وهذا الجسور اللي قاعد هذه حديقة بوتياغو ايش هني يا عمي هذا وقت انت بعد هذا فاضي هذه حديقة بوتياغو شوف شلون مسكر الملعب هني إن ما كانت لكم مجزرة هني بهالموسم أنا ما أعرف ها وتشوفون تشوفون ها أي والله إن ما هزوكم ها البرشة هالموسم لا تكلم ها إيه لا 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 حديقة البرشة ما تشغل هني تهزير حزير إيه خلاص لمتى حكام لمتى لا والله شوف واضح هني يعني ها ها بابي الفاشل اسمع يا البنتي هذا لا يا عم انت وين هذا هي ويلكم من فيكتور السنة ومنها يا مال ها يا ويلكم ويلا ذهبوا الحديقه لهم يا جماعه يلا 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 يا ويلكم الليفا يلا بالضبط رواتيني وخذاها هني شوف هني شوف كاميرا تكون هناك فخذاها من هني رادي وعده 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 وخلاه يسوي شقه هني راموس وراح على عبد كاسياس حطها ميسي من هني بس على الجول هذا واحد اثنين ثلاث اربع وحطها بس ها خالد ستار مدريد ها محلهم شوف كبره كل شيء فيه على مدريد طبعا خالد زعلان